التواصل مستمر مشاهدينا الكرام والانطلاقات مستمرة. شوطنا الثامن ينطلق مشاهدينا الكرام حاملا الإثارة وحاملا الجعدان الثنايا المهجنات الأصايل من مسافة 8 كيلومترات، شعارات متميزة مزينة لأرضية هذا الميدان، ميدان المرموم بانطلاقة سن الكبار واندفاعة الرقص مع الكبار في هذا التحدي الرائع. نبدأ مع البداية ونتابع صدارة هذا الشوط، نتابع الأسد هيام بن سعيد بالكيلة العامري يقدم لنا البداية الأولى والصدارة والانطلاقة الأولى على المركز الأول. المركز الثاني هناك عيا على المركز الثاني، سعادة أحمد بسلطان الحلامي عيا مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز هذا هو الماهر محمد بن علي بن مهير الشامسي ينطلق مع المركز الثالث. ولكن شوف الوحش، وصل الوحش، وصل من الجانب الآخر، يا سلام يا سلام يا سلام. هنا أيضا وصل الفارس الملثم في هذا التحدي الرائع، هنا مزعل ينطلق، مزعل أحمد بن محمد بن كراز المهيري، يا سلام من يزعله يا بن كراز، هذا من يزعله، مصارع ما شاء الله تبارك الله. وتابع التحدي وتابع الإثارة هنا على المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز هناك القادم أيضا شاهين راشد بن محمد بن عتيق المهيري مع المركز الخامس والمركز السادس، سادس هناك سادس المراكز هناك الدولار، يا سلام أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي يقدم لنا الدولار مع المركز السادس والمركز السابع، سابع المراكز بطاش سالم بن خلفان بن حمد الحافري مع المركز السابع والمركز الثامن، ثامن المراكز هنا القادم الشامخ قادم محمد بن ربيع بن سيف المزروعي مع المركز الثامن والمركز التاسع، من الجانب الآخر هناك الشرقي، هناك غياب بن خلف بن محمد الشمري، مرحبا يا بعد حي في هذا المسار الرائع من مسار الإثارة القادم من ميدان المحنة، هناك بميدان حائل بالتحديد هناك ميدان المحنة، مرحبا بكل الضيوف اللي توافدوا على أرضية هذا الميدان من دول مجلس التعاون الخليجي، يا سلام يا سلام. متابع الإثارة على المركز العاشر مبلش حمد بن محمد بن سالم بن جهويل يتقدم بن جهويل مع المركز العاشر، هذه هي النتيجة ونداءنا الأول للعشرة المراكز المنطلقة. ولكن نعود مع البداية، نعود مع مزعل على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، من يزعله من يزعله على المركز الأول، أحمد بن محمد بن كراز المهيري من يتابع مزعل على المركز الأول وصدارة الأولى. المركز الثاني ثاني المراكز هناك عيا عيا على المركز الثاني، سعادة أحمد بن سلطان الحلامي اللي انطلق بناموس هذا الشوط من هناك من الجانب الآخر. المركز الثالث ثالث المراكز الأسد انهيام بسعيد بالكيلة العامري مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز هناك الدولار على المركز الرابع ينطلق الدولار، أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز هنا القادم أيضا على المركز الخامس الماهر محمد بن علي بن مهير الشامسي مع المركز الخامس والمركز السادس، سادس المراكز هناك شاهين راشد بن محمد بن عتيق المهيري مع المركز السادس والمركز السابع، سابع المراكز هنا القادم أيضا الشامخ محمد بن ربيع بن سيف المزروعي مع المركز السابع والمركز الثامن، ثامن المراكز هذا هو الحافري يتقدم مع بطاش سالم بن خلفان بن حمد الحافري مع المركز الثامن والمركز التاسع، تاسع المراكز هناك الشرقي، هناك غياب بن خلف بن محمد الشمري، يلا يا بعد حي ركز على هذا الشوط، ركز على هذه الانطلاقة المتميزة. المركز العاشر عاشر المراكز هناك الجوكر، يا سلام يا سلام يا سلام، يفرض وجوده الجوكر في هذا التحدي مع سالم بن حمد الشيباني الاكتبي مع المركز العاشر، هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة في هذا التحدي الرائع. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، هناك مزعل على المركز الأول والمركز الأول وصدارة هذا الشوط، يا سلام.
نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع الانطلاقة الأولى هناك من خلال انطلاقة مزعل على المركز الأول. أحمد بن محمد بن كراز المهيري يقدم لنا مزعل على الصدارة وعلى الانطلاقة الأولى. المركز الثاني، ثاني المراكز هناك ينطلق عيا على المركز الثاني. سعادة أحمد بن سلطان الحلامي مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز هناك الدولار على المركز الثالث. أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز هنا ينطلق من خلاله هناك الأسد هيام بن سعيد بالكيلة العامري مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز مشاهدينا الكرام هناك المركز الخامس، وتابع التحدي وتابع الإثارة هنا أيضا القادمة في هذه اللحظات. هنا القادم بكل قوة، هنا القادم على المركز الخامس شاهين راشد بن محمد بن عتيق المهيري ينطلق مع المركز الخامس والمركز السادس. سادس المراكز الشرقي هناك غياب بن خلف بن محمد الشمري ينطلق مع المركز السادس والمركز السابع. سابع المراكز هنا ينطلق بطاش سالم بن خلفان بن حمد الحافري مع المركز السابع والمركز الثامن. ثامن المراكز هناك الشامخ محمد بن ربيع بن سيف المزروعي مع المركز الثامن والمركز التاسع. تاسع المراكز هناك الاطام بأول ندى سعيد بن محمد بن راشد البواردي، وصل البواردي مع المركز التاسع والمركز العاشر. عاشر المراكز هناك أيضا المنطلق جوكر سالم بن حمد الشيباني الكتبي مع المركز العاشر. هكذا النتيجة للعشرة المراكز. هذا هو بن سليم، نعم بن سليم هو اللي ينطلق مع المركز العاشر. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع الانطلاق. مزعل على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام البداية. مزعل أحمد بن محمد بن كراز المهيري من يقدم لنا مزعل على الصدارة وعلى الانطلاقة الأولى. الدولار يتقدم، الدولار يا سلام. العملة صعبة، العملة صعبة هنا أيضا يفرضها هناك أيضا في هذه الانطلاقة في هذه العملة الصعبة. أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي يقدم لنا الدولار على المركز الثاني والمركز الثالث. عيا على المركز الثالث. سعادة أحمد بن سلطان الحلامي ومن الجانب الآخر يتقدم هناك أيضا، يتقدم مشاهدينا الكرام الأسد انهيام بسعيد بالكيلة العامري مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز هناك أيضا شاهين على المركز الخامس. هناك يتقدم شاهين راشد بن محمد بن عتيق المهيري مع المركز الخامس والمركز السادس. سادس المراكز الأطام سعيد بن محمد بن راشد البواردي مع المركز، هناك المركز السابع. السادس هناك ينطلق البواردي في هذه الانطلاق. السادس هو المركز السابع. سابع المراكز يا سلام يا سلام يا سلام. الجوكر سالم بن حمد بن سليم الاكتبي يتقدم مشاهدينا الكلام، تقدم ملحوظ وملموس. وهنا الشمري يتقدم، الشمري مع الشرقي. هناك غياب بن خلف بن محمد الشمري يتقدم في هذا الأداء الرائع. وأيضا وصل هنا بن شريم. يا سلام يا سلام، وصل بن شريم مع مداوي. سعد بن طالب بن محمد بن شريم يتقدم مع مداوي. يا سلام، ولكن هنا مبلش يبيله مراقبة. حمد بن محمد بن سالم بن هويل يقدم لنا هناك مبلش في هذا التحدي الرائع. والقادم والضاه عبد الله بن محمد بن عاضد المهيري المهيري. ولكن نعود مع المنعطف الأخير، نعود مع المنعطف الأخير، نعود مع هنا حزام الغابات، نعود مع مزعل على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مزعل 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 على الانطلاقة، ولكن غير انطلق الدولار، انطلق الدولار على المركز الأول. أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي من يقدم لنا الدولار على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز
هناك ياتينا نهيان بن محمد بالكيل العامري ويقدم لنا الاسد مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز. هناك شاهين راشد بن محمد بن عتيق المهيري مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز لطام سعيد بن محمد بن راشد البواردي مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز. هذا هو مبلش حمد بن محمد بن سالم بن جهويل يتقدم بن جهويل مع المركز الخامس والمركز السادس، سادس المراكز. هناك عيا سعادة أحمد بن سلطان الحلامي على المركز السادس والمركز السابع، سابع المراكز. هناك وضاح عبد الله بن محمد بن عاضد المهيري وصل بن عاضد، ومن الجانب الآخر هناك الأسامي القادمة في هذه اللحظات بأول أيضا القادم في هذه اللحظات. هناك أيضا الشرقي غياب الخلف بن محمد الشمري يتقدم، يتقدم من الجانب الآخر راهي مسلم. هناك مسلم بن طالب بن عقيل يتقدم، ومن الجانب الآخر هناك القادم أيضا الفارس محمد بن حميد بن سلطان بكديدة يتقدم بالكديدة، ولكن العملة الصعبة اللي موجودة هناك مع البداية الدولار 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 على المركز الأول أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي 1200 1200 يا الفلاسي على المركز الأول، وصدارة هذا الشوط من خلال الدولار على المركز الأول أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي من يقدم لنا البداية الأولى والانطلاقة الأولى مع الكيلو الأخير الكيلو الخطير. خلاص الدلال روح، والقادم هنا أيضا القادم في هذه اللحظات شاهين راشد بن محمد بن عتيق المهيري واصل مع المركز الثاني والمركز الثالث. هذا هو مبلش حمد بن محمد بن سالم بن جهويل مع المركز الثالث. يا سلام يا سلام، الموقف خطير بقيادة الدلر على المركز الأول، وصدارة هذا الشوط الدولار 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 على المركز الأول. هناك يقدم الدولار أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي الفلاسي. يا سلام يا سلام، وهنا الواصل في هذه اللحظات واصل بكل قوة. هنا شاهين واصل يا المهيري يا الفلاسي، واصل بكل قوة، واصل في هذا التحدي الرائع. يا سلام، وصل هنا، وصل وصل شاهين راشد بن محمد بن عتيق المهيري، وصل المهيري مع هناك شاهين على المركز الثاني. الموقف خطير الموقف خطير، ما بين الدولار ما بين الدولار 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 على المركز الأول، وصدارة هذا الشوط. شاهين يتقدم، شاهين ينطلق، غير البداية غير الصدارة بالامتار الأخيرة راشد بن محمد بن عتيق المهيري المهيري، غير مع شاهين على المركز الأول، وصدارة هذا الشوط بالامتار الأخيرة بالامتار الخطيرة. ولكن الخطورة بانت، الخطورة بانت، الدولار ولا شاهين، شاهين هو اللي مسيطر على زمام الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز وانتصار شاهين بالمركز الأول. راشد بن محمد بن عتيق المهيري، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الدولار على المركز الثاني أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، والمركز الثالث كان فيه مبلش على المركز الثالث حمد بن محمد بن سالم الجهويل، والمركز الرابع كان فيه أيضا هناك الفارس محمد بن حمد بن سلطان بكديدة الفلاسي، والمركز الخامس هناك مزاحم على المركز الخامس رشيد بن حمد بن سليمان بن جبرين. هكذا النتيجة، كانت الإثارة حاضرة، وكان أيضا شاهين حاضر بكل قوة في هذا المسار الرائع. راشد بن محمد بن عتيق المهيري، تهانينا والناموس.